فقت تصبح في مراكش واول حاجه صوبت الفراش باش نخلي كل شيء مقد. من بعد مشيت نغسل وجهي باش نفيق مزيان، لبست سويم سوت او تيشيرت حيت كاين الصهد في مراكش. من بعد خديت الكتاب ومديدرات ويمتى خرجت من البيت احسن بابي جاي يسلم عليا. من بعد خرجت لاتيراس ومشيت لابيسين، غديت الفوطا شعلت الموسيقى وتحطيت بخير في الترونزات باش نضربها باحسن شميشه. سخنت جاني الصهد تلاحيت في لابيسين باش نتبرد شي شويه، درت الهاند ستاند احيت عاوتاني كنتشمش في لابيسين ومعلوم كنشطح مع راساتي. المهم غير النشاط. من بعد حليت الباراسول وجلست في الترونزات باش نبدا نقرا شي شويه. من بعد قرب الفطور مشيت نلبس الورك اوت كلوز باش نتريني، ولكن كنزو في الاول ما خلانيش. المهم درت واحد 30 مينيت هيت ورك اوت من البروغرام بودي سكيل باش نتحرك شي شويه. كملت دوشت وجدت راسي باش نفطر مع العائله. اول حاجه شعل دوك الشمع قدام قداش وانتوما شوفوا ليا هاد الهيلثي فطور، الشلاده والصوبه ديال الخضره. المهم حفطوركم او شو ما تزابيش.